ياسمين علي 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 ياسمين رغم انتشار المجمعات والمحال التجارية الكبيرة في كل أرجاء مدينة مسقط التي تعرض كافة البضائع الضرورية والكمالية، إلا أن الأسواق القديمة ما زالت تحتفظ بجاذبية كبيرة لكثير من الناس، ومنها هذا السوق بولاية مطرح أو كما يعرف بسوق الظلام، حيث يجد الزائر فيه نكهة الماضي والبساطة والعفوية في البيع والشراء والتجوال. سوق الظلام يتكون من جزئين، الجزء الأول يبدأ من أمام المسجد الواقع بسور اللواتية على الطريق البحري إلى خور بمبة، ويمتد الجزء الثاني من خور بمبة شرقا إلى قلعة مطرح. وتسمية السوق بسوق الظلام يرجع إلى كثرة الأزقة والسكك التي تصطف عليها المتاجر، حيث تحجب هذه الأزقة أشعة الشمس خلال النهار وتتضاعف العتمة في الأيام الممطرة. بناء السوق قديماً كان من الطين وسعف النخيل، وهي المواد التي كانت تلائم ارتفاع درجات الحرارة في ذلك الوقت. كثير من ملامح السوق أدخلت عليها تغيرات وإصلاحات، كمثل هذه السقوف من خامات البيئة المحلية التي قامت بها بلدية مسقط منذ سنوات، وما زالت تقوم بتجديدها بين حين وآخر لتضفي على السوق طابعاً متميزاً ولمسة جمالية تتناسب مع المكان. سوق مطرح يعرض جميع السلع الاستهلاكية من كماليات وملابس وأحذية وغيرها، وأكثر ما يلفت الانتباه إليه وجود محلات متخصصة لبيع المقتنيات الفضية المتمثلة في التحف والهدايا والخناجر والسيوف العمانية التي أوتي بها من مختلف محافظات ومناطق السلطنة، بالإضافة إلى الفخاريات والمصنوعات التقليدية الأخرى، إلى جانب سوق مخصص للذهب والفضة تتوفر به كافة المصوغات الذهبية الراقية، وعادة ما يزدحم هذا الجانب في فصل الصيف أي في موسم الأفراح. شكرا.